نظمت اليوم الفيدرالية الجزائرية للدرجات الهوائية تحدي القرية الإفريقية للدرجات الهوائية، وهذا بمشاركة أكثر من 100 متسابق يمثلون مختلف الولايات من صنف الذكور والإناث، وذلك بحديقة الحيوانات ببن عكلون. التظاهرة تهدف إلى بعث رياضة الفيتيتي في أوساط الشباب الجزائري وفتح المجال لتنظيم مثل هذه المنافسات للتعريف بهذه الرياضة. المزيد في ميكروفون يونس بوسكس. وتظاهرة هذه في طبعتها الأولى هي كيفاش نقولوا، هي بداية لانطلاقة جديدة تاع لو في تي تي اون ألجيري، باسكو الفي تي تي كان يكزيستي في الجزائر في زاني 90 زاني 80. كان من بين الأهداف المرسمة تاع لا فيديراسيون أننا ننظموا هاد الفئة وهاد الرياضة. الفي تي تي الدراجة الجبلية هي دراجة اللي تجمع لا جوناس ألجيريان، كل شباب فئة الشباب الجزائري. هذه كومبيتيسيون حنا سمعنا باللي راهي لا دوزيام إيديسيون، بس حنا سي نوتر بخوميييغ إيديسيون، ما شاركناش في الأولى، سما سي بخوميييغ ديكوفيرت. الحمد لله سما لي جون سون أكويون، رانا لحقنا بخير ورانا نستنى نشوفوا الأجواء تاع لا كومبيتيسيون دري تاع نهار كيما راه يعدي، وان شاء الله يعدي على خير. انا حضرنا هذا لابارات حاجه مليحه، تكونوا نتلاقاو مع الناس، تعرفوا عليك بزاف الحوايج، وتشرفنا بالناس بزاف هنايا، كان احبابنا ما في الجونه نديرو معاهم لي تورنوا. وي سافا سباق عموما مليح، في بالنسبه للباركور فيه دي بارتي تكنيك شويه صعاب، يعني ما تنجمش تجوزهم فاسيلمون، لازم تعرف تبارطاجي لي فار اونتر تكنيك فيزيك باش تنجم تعاود تجوز على لي بارتي كل. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه والاصغاء، في امان الله.